انا كويس انه انا على اليوتيوب في يعني يقترب العدد ان نصل 3000 فيديو، وهو رقم اعجازي يعني. بل اني هذه في هذه اللحظة قادر ان اعطي جائزة بمبلغ 500 مليون ليرة سورية لمن يأتي لي بشبيه بما عملته أنا. على أن يكون هذا الشبيه بذات الظروف الموضوعة بها هذا الإنجاز، أي في الزمان والمكان الصعب، أو في وقت الحرب، أو في وقت الضائقة الاقتصادية. هذا أمر لن يحدث ولم يحدث. لن أفتح دفتر أو قاموس من الشتائم، فالقطيع ربما سيرقص على الشتائم لأنهم عبيد. لكن أن تقول الحق في لحظة فأنت كقابض على الجمر، وأنا أعرف جيدا ماذا تعني كلمات الآن. وطبعا هذا إن تم تم بجهود مشتركة خلاقة، من واجبنا أن نقدم لها الشكر. فمن أي إبراهيم أو سيدرا حواصلي وسالي داود وزينب إبراهيم وأيضا ماهر بهنسي ومحمد الفحل وأيضا وأخيرا عبد الرحمن سمسمية، لهم كل الاحترام، أهديهم أزهارا من حديقة قلبي.